تخيل حد بالحجم ده تلاقي نفسك أول ما تسمع خبر وفاته عنيك تدمع وأنت ما تعرفوش عن قرب، مفيش بينكم أي تواصل إنساني غير مرة ومصافحة. الست رجاء حسين الله يرحمها دي واحدة من أجمل وأعظم وأهم وأكبر فنانات مصر. ده بجد مش هزار. الست رجاء حسين دي قيمه تمثيليه وابداعيه من القلائل جدا في تاريخنا السينمائي اللي مليان بقامات عظيمه بس هي من القليلين قوي اللي يخشوا قلبك انا عايزك تقعد تتفرج على مشهد ليها مع نور الشريف في فيلم حدوته مصريه اخراج يوسف شاهين وهي بتتخانق مع انت عارف ده جزء من حياه الراحل الكبير يوسف شاهين وهي بتتخانق مع نور الشريف او مع يوسف شاهين على مساله متعلقه بالفوارق الطبقيه وازاي ابنها بيحب بنته وهو رافض ده مثلا أو تتفرج عليها وهي واقفة قدام فاتن حمامة في أفواه وأرانب أو تتفرج عليها وهي فيلم في ع... فيلم عودة الابن الضال أو تشوفها مع سيف عبد الرحمن ربنا يديله الصحة في العصفور يعني إيه ده؟ إيه ده؟ ولأنه الست رجاء حسين فعلا قيمة كبيرة فتجد إنه السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية تنعيها وتنعي السيده انتصار السيسي فنانتنا الكبيره الفنانه رجاء حسين واللي توفيت في صباح اليوم بكلمات عبر حسابها الرسمي على فيسبوك وكتبت نصا انعي ببالغ الحزن والاسى الفنانه القديره رجاء حسين التي رحلت عن عالمنا اليوم تاركه خلفها سيره طيبه فقد استطاعت خلال مشوارها ان تمتع الجمهور العربي بفنها الراقي واسلوبها الفني المتفرد كما كانت سيده مصريه اصيله اخلصت لوطنها واسرتها وفنها رحم الله الفنانه القديره وتغمدها بواسع رحمته الله يرحمها الله يرحمها أنا فرحت جدا بهذا النعي بالمناسبة لأنه قد كده في تقدير كبير لفنانة عظيمة رحمة الله عليها زي الفنانة رجاء حسين الله يرحمها إحنا معانا على التليفون دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أهلا وسهلا بك دكتور والبقية في حياتك والبقاء لله سبحانه وتعالى أنا بشكرك جدا والبقاء لله إحنا فقدنا يعني قيمة كبيرة جدا جدا أوي أوي وإنسانة أوي وإنسانة وإنسانة يعني يعني انا ما هذكرها هذكرها كإنسانة لان فنها في الشاشه وفي في كل وسائل الاعلام لكن هي كإنسانة يعني إنسانة نادرة وإنسانة يعني انا ما شفتش زيها في الدفء والحب والوفاء والإخلاص والكرم والجدعنه وبنت بلد جدعه وأصيله وحاجات قوي 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 ابرز ابرز يعني صفاتها الانسانيه بما انك ذكرت قلت انا هذكرها كانسانه لانه فنها باقي وكلنا نعلمه جيدا لكن ابرز ملامحها الانسانيه اللي كان يلاحظها جدا دكتور اشرف ايه بص هي طبعا جدعه قوي بس انا يعني النهارده واحنا في الصلاه يعني يمكن اتكلمت مع بعض في ايه رحت لها وكان معايا الارحم موسى البحيري <applause> رجالها وبعدين قالت لي طب يلا تعالى خدناها رحنا عملنا البروفا ورجعنا نوديها في ورا المركز فا واحنا ماشيين قالت لي بس اقف قدام السوبر ماركت تشتري حاجات للبيت فوقفت فعلا فدخلت اشتريت حاجات وقالت لي كل حاجه جايبها جيب منها ثلاثة. تلاتة. تلاتة علشان انتوا ثلاثة الو <applause> دكتور اشرف في الخط بيقطع جامد قوي الظاهر حضرتك في العربيه او حاجه وسايق على طريق طب دكتور اشرف احنا هنحاول نكلم حضرتك تاني اولا طبعا احنا بنشكرك على قبول المكالمه الاولى ونتمنى ان احنا نعاود الاتصال وينجح هذا الاتصال شوف دكتور اشرف زكي نقيب المهنه التمثيليه قالك لك ايه قال لك فنها باقي وكلنا عارفينه ابرز حاجه اتكلم عليها هي رجاء حسين الإنسانة طيب بنعود مره تانية لدكتور اشرف زكي نقيب المهنه التمثيليه معاك دكتور اشرف توقفنا عند انه خرجت من السوبر ماركت وشاريه من كل حاجه ثلاثه آه. كيس ليها وكيس ليا وكيس لمخلص البحر. الله يرحمه يا رب انا انا يعني ما شفتش وكرم وذوق وبيتها بيت كرم والله يرحمه ابنها الله يرحمه يعني كريم سيف يعني رحمه. كان كريم وامل دول كل حقيقتها وهي فقدت كريم واحنا رايحين كان كانت الدفنه في السيده نفيسه وفاكر كويس قوي ولما شافتني وشافت المخرج خالد يوسف وهي كانت تعلم كريم كان بالنسبه لنا قالت كنت انا المفروض عامله حساب ان هو اللي يشن انا اللي بشيله اصعب حاجه على اي ام اصعب حاجه أطلع. اه اه اصعب حاجه الله يرحمها وبشكر جدا باسمي وباسم كل الفنانين يعني السيده حرم رئيس الجمهوريه طبعا لان اللفته الكريمه طبطبت علينا طبطبت على 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 الغلابه طبطبت على على الجيل العظيم الذي لم يحصل على الملايين ولم يحصل على الشهره الكبيره لكن طبطبت عليها وده جبر خاطر ده جبر أو خاطر اه والله خيرها جبر خاطر وتقدير كبير تقدير كبير قوي 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 طب ده أوي. خلينا برضو نفكر استاذ اشرف يمكن بصوت عالي انا هطول على حضرتك بس انا عارف انك دايما سباق لده لكن يعني انا بشوف أن أستاذ رجاء حسين دي فعلا قيمه كبيره قوي في عالم السينما والدراما المصريه ايه اللي نقدر نعمله فيخلد الاسم دائما مش بس باعمالها الفنيه والله بص أنا مش عايز أجتهد وأرتجل ولكن م. إحنا لازم نبحث عن تخليد للناس دي. أوي لازم ضروري. خطر. لا لا أجيال كتير 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 كتير. فإحنا محتاجين وأنا بقول يعني فخامة الرئيس بعودة عيد الفن. يا ريت. أه بقوا من خلال برنامجك عودة عيد الفن عشان كل الناس دي أنتم أسعدتونا شكراً. شكراً. صح. على كل نقطة عرق. صح. صح. يا ريت يا ريت انا اضم صوتي لصوتك يا دكتور اشرف واتمنى عوده عيد الفن مره تانية مصر هي المناره والمنبر الوحيد مش اقول الوحيد يا سيدي، هي المناره والمنبر الاكبر والاهم وهي قلعه التنوير والفن والابداع في المنطقه بالكامل بل وفي افريقيا ايضا، وبالتالي عيد الفن ده اتمنى اتمنى احلم انه يعود مره تانية انا بشكرك جدا دكتور اشرف زكي واستاذن حضراتكم في فاصل. كيفما تتذكرون أبيات لمحمود درويش تذكروا الناس الجميلة الكبيرة الرائعة زي الفنانة الكبيرة رجاء حسين الله يرحمها وأنا أظن إن إحنا زملائي الأعزاء كانوا عاملين زي فيلر لطيف كده ممكن برضه نشوفه أثناء الفاصل هيبقى شيء رائع لأنه جميل كمان الفيلر اللي اتعمل تسلم إيدين اللي اشتغل عليه يعني فاصل ونكمل الكلام